بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم طلاب الثانوية العامة. النهاردة يا جماعة هنراجع امتحان النحو الخاص بأسئلة اللغة العربية في امتحان شعبة الأدب النهاردة في مادة اللغة العربية. راجع الامتحان الإجابات النموذجية لأبرز أسئلة امتحان اللغة العربية الأدبي. متابعين أول مرة رجع اشتراك في القناة تفعيل زر الاشتراك. على عكس ما حدث أمس، تبانت رد أفعال الطلاب حول مدى صعوبة أو سهولة امتحان مادة اللغة العربية للشعبة الأدبية اليوم، ورغم حالة القلق والتوتر التي انتابت بعضهم بسبب شكوى طلاب القسم العلمي أمس من صعوبة الامتحان، إلا أن بعض الطلاب عبروا عن سعادتهم بامتحان اليوم، بينما اشتكى البعض الآخر من صعوبته كعادة كل عام. واستضيف تلفزيون المستقبل الأستاذ محمد شادي مدرس مادة اللغة العربية، ونعرض إجابات النموذجية لبعض الأسئلة التي وردت في امتحان اللغة العربية اليوم. مع بعض كده يا شباب هنستعرض الإجابات النموذجية لأبرز الأسئلة في امتحان اللغة العربية. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرني العرينة، محلها جملة نعت. هنقرأ كده مع بعض. أسبغ علينا الله نعمه ظاهرة وباطنة، فوجب علينا أن نتعامل معها حق التعامل ونحافظ عليها. الفعل متعدي أسبغ. طحنت فريقها الحروب بدرسها، لا غالبا رحمت ولا مغلوبة، غالبا اسم لا، هنا لا من الحروف التي لا أكثر من عمل لها أكثر من عمل، وهنا هي نافية وغالبا تعرب اسم منصوب على نزع الخافض. غالبا الكلمات تكون دائما منصوبة على نزع الخافض، والخافض هو حرف الجر لأنه يجر ما بعده لكل عالم هفوة، ربما هفوات من فما فتئة لكل عالم حسنة بل حسنات، حسن اسم ما فتئة. قو في والله أملك واستبشر بالخير تجده، حد الرسم الإملائي الصحيح للكلمتين اللتين تحت الخط، رجاءك تفاءل، ولم أراك السماحة من دليل يبين لك البطولة والرجال. فالموقع الإعرابي جملة نعت. جلس مطرقا ورأسه بين كتفيه، فتذكر أن لديه عقلا وعزما، فهب مبتسما، يسمى الفعل المتعدي فتذكر. وكم من مقولة عندي وتأبى لها حسن الوفادة أن تقال، إعراب المصدر المؤول مفعول به. متابعينا الرجاء الاشتراك في القناة تفعيل زر الاشتراك، والتوفيق إن شاء الله لطلاب الثانوية العامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.